معنا اتصال آخر. أبو عبد الرحمن من الرياض. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ خالد؟ حياك الله. خالد الشيخ صالح. حياك الله. الله يحييك. الشيخ صالح عندي جاري أنا بيزين في الطلعة في الداخل ويتكلم كلام ما مظبوط ونصحته كم مرة وما ما رجع عن اللي هو فيه. طيب شكرا أبو عبد الرحمن. لا تجوز أذية الجار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، عليك أن تناصحه وتكرر النصيحة عليه أو تعهد إلى من ينصحونه ويحذرونه من أذى الجار. اعمل أي وسيلة تدفع بها هذا الأذى والله يعينك عليه ويهديه. نعم.